انطلقت اليوم بإشراف من مديرية الولائية للحماية المدنية خنشلة قافلة طبية نحو مناطق الظل، وهي القافلة التي ستجوب كافة التراب الولائي على مدار أسبوع كامل. سيتم خلالها إجراء فحوصات للمواطنين مع تدعيمهم بمختلف الأدوية التي يحتاجونها. سخرت مديرية الحماية المدنية لولاية خنشلة 4 أطباء و15 عون، بالإضافة إلى 4 سيارات إسعاف مجهزة بكامل العتاد الطبي. احنا البلاصه هذا وين شفنا الطب وشفنا الحمايه المدنيه، مادام يا سيدي جاوا داروا فينا الخير كثر خيرهم، وشافوا المرضى نتاعنا، شافوا حوالنا، شافوا كل شيء نتاعنا، ورحنا كنا محرومين من كل شيء.